السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. أبدى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي تأثره الشديد بعد علمه بوفاة لاعب المنتخب الوطني الجزائري والذي وافته المنية لهذا السبب. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في رسالته والتي نشر الموقع الرسمي للفافا: لقد تأثرت بشدة عندما علمت بوفاة لاعب الخضرة الدولية والذي وافته المنية بسبب المرض. وأضاف يقول: في هذا الظرف الحزين والمؤلم أتقدم بحر تعازي لأسرته المفجوعة، أحبائه وأصدقائه وزملائه في الفريق، وأردف قائلا: بهذه المناسبة أود أن أتقدم بحر تعازي لأسر الذين ماتوا، وأتمنى الشفاء العاجل والصحة الجيدة لجميع أسلافنا الذين دافعوا بفخر عن القميص الوطني ورزقهم الله العمر المديد. وختم يقول: عسى أن يرحب به الله في جنته الواسعة ويغطيه بكل رحمته. وللإشارة، كان لاعب المنتخب الوطني الجزائري السابق فوزي منصوري قد توفي أمس عن عمر ناهز 66 سنة بسبب مرض العضال.